اهلا وسهلا على كل اللي بيشوف الفيديو، ومتنسوش تشتركوا في القناة بالضغط على سبسكرايب. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم عشان الجميع يستفيد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم يا جماعة. في الفيديو ده هوريكم طريقة حدة الاكتاف، لو بنعمل بلوزة او جاكيت وبنشتغله من تحت وطالعين وصلنا للطول المناسب، ازاي بقى نعمل الاكتاف، الكتف اليمين والكتف الشمال ازاي بنحردهم ونعملهم بالطريقة دي، وكمان الرقبة بتاعة الظهر، لأن بناء على طلب صديقة للقناة من مشاهدة القناة طلبة مني أعمل لها حردة الأكتاف وحردة الرقبة الخلفية ظهر الشغل أو الظهر بتاع جاكيت أو بلوزة، فأنا هوريها ازاي بنعمل حردة الأكتاف، هي بتكون بالطريقة دي. هنشوف مع بعض خطوة خطوة بنعملها ازاي حركة الأكتاف، وايه بالذات في الخلف بتاع الشغل في ظهر الشغل. يعني احنا مثلا هنفترض النموذج ده من الغرز والعينة دي، ان احنا اشتغلنا شغل اهو مثلا بلوزة وبلوفر من تحت ومشينا وخلاص عملنا حركة الأكمام، أو لو مفيش حركة أكمام وصلنا للطول المطلوب وعايزين نعمل حردة للأكتاف. نشوف عدد الغرز اللي عندنا ونقسمه على 3 أجزاء، جزء للكتف اليمين وجزء للكتف الشمال وجزء للحردة بتاعة الخلف للرقبة. دايما بيبقوا 3 أجزاء متساويين، أو ممكن يكون الجزء بتاع حردة الرقبة الخلفية اللي في ظهر الشغل بيكون عدد الغرز أكبر شوية، يعني مش بكتير، يعني زيادة عدد من الغرز يعني مش كتير، 4 5 غرز مش مشكلة أو غرزتين. فأنا عندي هنا في العينة دي 30 غرزة، هقسمهم على 3 ممكن بالتساوي، أو لو الجزء بتاع الرقبة زاد شوية ما يجراش حاجة زي ما قلت، فأنا هقسمهم 10 بدل ممكن 10 10 10 3 أجزاء، أو هخليهم 9 و9 يبقوا 12، وباقي من 30 12 غرزة، يعني 9 و9 أقصد 18، والجزء بتاع الوسطين الرقبة يبقى 12 غرزة. أو للتسهيل اعملهم 3 أجزاء متساوية، مش هي أصلا هناخد الجزء الأولاني من على وش الشغل كده ونبتدي ناخد ال9 غرز، أدي 9 غرز أهم، انتوا على حسب الغرز اللي عندكم طبعا هيبقى غرز كتير، على حسب المقاس اللي بتعملوه والغرز اللي عندكم. تاخدوا التلت الأولاني بالكتف اللي هو على اليمين ده الأولاني من وش الشغل، تبتدوا تقسموه نفسه هو كمان ل3 أجزاء، يعني تقسمه على 3 عدد الغرز بتاع الكتف الأولاني اللي هو التلت، يعتبر تلت الغرز كلها هنقسمه على برضو 3، نبتدي نقفل تلت عدد الغرز للكتف، يعني هما 9 هنا هبتدي أقفل 3 غرز. اشتغل أول غرزة، طريقة القفل طبعا على الفرن عارفينها، اشتغل غرزة والتانية وأقفل الأولى على التانية. هقفل دلوقتي 3 غرز ليه؟ لأن دول تلت عدد الغرز، يعني الغرز عندي 9 هقسمهم على 3 على 3 واقفل واقفلهم، طلع 3 غرز هقفلها اهو، ودي الغرزة التالتة بعد ما قفلت 3 غرز اللي هو تلت عدد الكتف، الغرز بتاعت الكتف اليمين الاولاني، ابتدي اكمل السطر عادي عدل، كل الغرز هكملها عدلة لغاية الطرف الشمال هخلصها وارجع. وصلت اهو لغايه اخر الشغل يا جماعه، يعني قفلت 3 غرز اللي هو تلت عدد الكتف، غرز الكتف اليمين اللي انا محددهم اللي هم 9، لو حطيت علامه اهو قفلت الـ3 ووصلت لغايه نهايه الناحيه التانية اهو بخلصهم اهو. هعمل ايه؟ الف الشغل من على ظهر الشغل اهو واقفل برضو 3 من الجنب ده بس من ناحيه الظهر، بس هشتغل اقفلهم برضو بالغرزه العادله، يعني هقفل كله بالغرزة العدلة حتى لو من على ظهر الشغل. هقفل 3 غرز اللي هو تلت عدد الغرز اللي انا محددهم اللي هما 9 زي الجنب التاني، 2 3، وبكمل الف الخيط واكمل السطر بالمقلوب، هخلص السطر كله بالمقلوب عادي
ده السطر الاول للقفل يعني قفلت اهو، وماشيه في السطر التاني من على ظهر الشغل، هخلصه لغايه ما اوصل الجنب الاولاني. خلص السطر اهو اللي هو المقلوب ناحيه الظهر، و خلصته اهو، هلف عادي واجي عشان اقفل الغرز التانيين. احنا في اول سطر قفلنا ثلاثة، وفي تاني سطر واحنا راجعين من الظهر قفلنا ثلاثة من الناحية التانية، وده يعتبر السطر التالت من على وش الشغل. ابتدي اقفل 3 غرز كمان اللي هو الجزء التاني من الكتف. ادي اول غرزة اشتغلناها، ابتدي اشتغل التانية واقفل 3 غرز. ادي 1، ادي 2، وادي 3. تالت غرزة اهي عادي، واشد الخيط كويس بس كده، واكمل السطر كله من على وش الشغل بالغرزة اللي انا بشتغلها عدلة او مش عدلة. انا ماليش دعوة بالنوع الغرزة دلوقتي، المهم انا عاملة بالغرزة العادية السادة، فبشتغل من على وش الشغل، اكمل السطر واخلصه لغاية ما اوصل للطرف التاني. خلصت السطر اهو، ليه وصلت للطرف التاني اهو، واحنا على وش الشغل الف من ظهر الشغل واكمل عشان اقفل 3 غرز تانيين من الجنب التاني من على وش من على ظهر الشغل. دلوقتي اتفقنا ان احنا بنقفل بالغرزة العدلة، بشتغل دي واخد اللي بعدها واقفل الاولى على التانية، اقفل بالغرزة العدلة اهو 2 3، قفلت 3 غرز برضو اللي هو تلت عدد الغرز، قفلنا 3 في الأول و3 تاني، وهكمل بالغرزة المقلوبة من ظهر الشغل السطر كله لغاية ما أوصل للجنب التاني وأوريكوا عشان نكمل قفل غرز الكتف اللي هناك أهو يا جماعة. خلصت بالمقلوب السطر وهلف الشغل وأبتدي أقفل 3 غرز اللي هو الجزء التالت الأخير، الجزء التالت الأخير للأكتاف. ادي الكتف الاول، ادي الكتف التاني اهو اهو، هقفل 3 غرز بقى كمان، يبقى ده تالت جزء بقفله اهو. واحد، ادي 2، وادي الغرزة التالتة. كده خلصت قفل الكتف الاولاني، هلف اخلص السطر عشان اكمل وقفة 3 غرز الاخرانيين في الكتف التاني اللي هو الشمال. بخلص برضو السطر من على وش الشغل كله لغاية ما اوصل الجنب التاني، فابتدي بقى اقفل الجزء الاخير في الكتف التاني كمان اهو. اول غرزة اهو، اشتغل اول غرزة، التانية نفس طريقة القفل اهي، غرزة 2 3 كده خلاص قفلت الكتفين يا جماعة اهو. ابتدي الغرز بقى، الناس بقى بتقول الحردة بتاعت الرقبة الخلفية يا جماعة، مش في ناس بتعمل فيها حردة وفي ما بتعملهاش، يعني ممكن نقسمهم برضو على 3 ونقفل الجزء الوسطاني والطرفين دول نشتغلهم رايحين وجايين شوية يبقوا عاليين على الطرفين، لكن للتسهيل هاي مش محتاجين حردة. يعني الجزء بتاع الرقبة الخلفية ما فيهوش حردة، بتاخدي الغرز بدل ما تقفليهم وترجعي تلقطي غرز مع الرقبة الأمامية، بتخليهم كده، خليهم على إبرة أو تلضم فيهم خيط وتسيبيهم عشان شغل الرقبة. وده بيكون الكتف اليمين أهو طبعا مايل كده يعني بالطريقة دي، وده الكتف التاني الشمال اهو من الظهر او من اليمين اهو. ده حردة الكتفين يا جماعة، مفيش للرقبة الخلفية حردة، بتسيب الغرز كده هتلقطيهم مع المطخيات الكتفين، الكتف الامامي والخلفي مع بعض للجنبين، والرقبة بقى ما تعملي الرقبة من الجزء الامامي هتلقطي الغرز دي مع الغرز بتاعت حردة الرقبة الأمامية عشان تعملي البليسيه للرقبة أو تعملي الياقة أو اللي انت عايزاه. خلاص يا جماعة، دي بتكون طريقة حردة الأكتاف، تعمليها في الأمام وفي الخلف. هنشوف مع بعض بعد كده حردة الرقبة
الأمامية الجاكيت مفتوح، هعملها إن شاء الله في فيديو تاني.